الناس الزينين، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامجكم برنامج حطة. موضوعنا لنهار اليوم حبينا نخدمو لكم بتي طابل فور بزاف وميم طون تري براتيك، فيها 50 سنتيمتر على 36 سنتيمتر. القاعدة تاعها فيها 59 سنتيمتر على 40 سنتيمتر. مالا كي العادة بلا ما نطولوها، يلا نبداو. المرحلة اللي نبدأ بها توجور هي مرحلة التقطيع والربوطاج. بالنسبة واش درنا دركا، صرات غلطة اونتر بارونتيز وتحتمت علينا باش نبدلو كاع الكونسيبت اللي كان في الاول، مي فينالمون الكونسيبت الدوزيام خرج بزاف فور على الكونسيبت الاول. بعد ما صلحنا الغلطة تاعنا خرجنا ربع حطبات تاع 7 سنتيمتر وليبيسور تاعهم 3 سنتيمتر، هكذا باش نخدمو القاعدة تاع الطابلة تاعنا ويكون فيها 59 سنتيمتر على 40 سنتيمتر. ونزيدو نقطعو لي سيبور تاع الطابلة الفوقانية فيهم 7 سنتيمتر ثاني باش الشكل يكون متناسق، بلا ما ننساو نقطعو الأطراف بزاوية تاع 100 دوغري، هكذا باش الطابلة تاعنا تكون ديزاين وحطة. هذه ثاني درنا نفس السيستام باش يركبو كروازي ويكون الكادر نتاعنا بلي سوليد. نزيدو من الجهة الفوقانية ندخلو بواحد ونص سنتيمتر وبعرض تاع 4 سنتيمتر، هكذا باش تدخل فيهم الطابلة اللي تجي من فوق.
بعد ما خدمت القاعدة تاع الطابلة نتاعنا بنت لي نزيد زوج حطبات تاع 7 سنتيمتر من الجهتين، هكذا باش يكونوا هما لي سيبور تاع لي رو تاع الطابلة. وهذه الحطبات درت لهم ايبيسور تاع 3 سنتيمتر هكذا باش نخلي ان فيد باش لي رو تاع الطابلة ما يبانوش. النزينين بعد ما كملنا جميع مراحل العمل هكذا نكون لحقنا الى نهايه العدد. نتمنى يعجبكم موضوع حلقتنا لنهار اليوم، وكالعاده نخليكم تشوفوا واش خدمنا، وما بقى لي غنقول لكم تبقوا على خير، تلقوها زينه بالعافيه.